والنهارة، ضاق حالي وضاق الصبر من كثر صبري، في فؤادي حريق النار مثل الجمارة. يا حنيني حنين الرعد لو صاب صخري، ما تحن الصواعق حين تنزل مضارة. قصيدة للشاعر صمت الجروح تعبر عن متاعب الحياة، يلحنها فايز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وإيقاحها زبيت مع ثيات تسهيلات الفايز تمام. قالت الصمت للرحمن فوضت أمري، واحمد الله ربي في العشي والنهار. ضاق حالي وضاق الصبر من كثر صبري، في فؤادي حريق النار مثل الجمارة. يا حنيني حنين الرعد لو صاب صخري، ما تحن الصواعق حين تنزل مطارة. صخري ما تحن الصواعق حين تنزل مضارة. أنهك الحزن جسمي ضاق بالهم صدري، ليتني ليتي يا رب أمتلك قلب عارة. ليت أمي الحبيبة كانت اليوم بربي، أحتضنها بقلبي لجل تشفيني كسارة. يا حنيني حنينه ليتها اليوم تدري، ان ما في فؤادي صدق ما في شطاره. صدق ما هي شطارة، لجلها صار دمعي مثل ما السيل يجري. زاد شوقي لأمي صعب يرجع قرارة. ليت صمت الحزينة تسري الساع فجري، في عجل نحو صنعاء مشي وسط القثارة. ليت صمت الحزينة تسري الساع فجري، في عجل نحو صنعاء مشي وسط القفارة. بعدها قالت الصمت بكتب الحين شعري، بعد ما هاجس الصامت اجتهد في حواره. بكتب الحين شعري، بعد ما هاجس الصامت اجتهد في حواره. الأخوة ترسل سلامي هم سلاحي وذخري، من فؤادي هديته خاص بأجمل عبارة. أخوتي في حياتي نور قلبي وفخري، في الشدايد يهبوا كالأسود والنمارة. يحفظ الله ربي أخوتي طول دهري، كل نشمي وصمصم ما يحيد عن مسارة. وارجو الله يحفظ لي رفيقات دربي، إن سبب كل فرحي لو يجيني زيارة. سبب كل فرحي لو يجيني زيارة. هل حياتي وعمري ذير عني بصغري، يحفظ الله خواتي من جميع الشرارة. وادعو الله يرحم من سكن وسط قبري، والدي دي
تركنا وانتقل لجواره. قالت الصمت هذا الشعر من دم حبري بعد ما الحزن أسس في فؤادي سفارة. لجل أولاد قلبي قد تحملت قهري ما حسبنا حساب الربح ولا الخسارة. من سمع قافية صمت يقبل الكل عذري كل ما قالت الصمت كان لاجل الصغارة. حسبي الله على من كان قاصد لغدري دائما حكم ربي كل الوقت انتظاره. بعد عشره طويله تعرف الناس قدري من دعا الله مخلص حقق الله انتصاره. والله عشره طويله تعرف الناس قدري من دعا الله مخلص حقق الله انتصاره. سوف اعمل باصلي لو نوى الخل هجري وادعو الله يحرق من ظلمني بناره. كم بنت في زماني قدمت عرض مغري لكن الصمت في الكون أصل كل الحضارة. في جميع السعيدة والتواريخ ذكري شامخة في شموخي مثل قلعة شهارة. ما تزن في الجزيرة والخليج ألف ظفري صبر صمت القوية سوف تجني ثمارة. المذله لو يكون وسط قصري لو يكون برج ايفل او بروج الاماره. من يحاول خداعي شل من بطن جفري نار تحرق فؤاده قبل يعلن فراره. ختم اذكر محمد عد ما السيل يجري عد ما المحيطات والسماء والبحارة. عد ما المحيطات والسماء والبحارة. التواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216904900 أو 7111500490.